طب بس عايزينك ناخد المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنميه الاقتصاديه. باشمهندس فؤاد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. معالي الاستاذ عبد الجواد ابو كبر رئيس تحرير بوابه روزا اليوسف، بيسلم على اهلا حضرتك. وسهلا، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. كان في لجنه شكلتها الحكومه لحل مشاكل المستثمرين، قول لنا دور اللجنه دي ايه يا باشمهندس فؤاد؟ والله انا هعتبرها برضه مع احترامي للساده الافاضل اعضاء هذه اللجنه، هذه اللجنة لن يتحقق فيها التواصل مع المستثمر الصغير، وده أحد أهم المميزات اللي كانت مفروض تبقى موجودة. بمعنى إن لو بصينا لأعضاء اللجنة كلهم رجال أعمال اتعلمنا منهم الصناعة وسبقونا كتير جدا، رأس مال بالمليارات، مش معقول أبدا هيحس بالمشاكل الخاصة بصغار المستثمرين المليون والاثنين مليون والثلاثة مليون اللي هو نسبتهم 98% من المستثمرين الموجودين في مصر. المفروض كل وزير يتعامل بشفافية ويكون عنده مكتب للتواصل مع صغار المستثمرين. أما هذه اللجنة كبار المستثمرين يقدروا يحلوا مشاكلهم الخاصة سواء مع البنك أو مع الحكومة باللقاءات المتكررة مع رئيس مجلس الوزراء، باللقاءات المتكررة مع رئيس، إنما سوف تظل هناك فجوه كبيره جدا. طب في رايك ما هي اهم مشاكل المستثمرين الصغار؟ اهم مشاكل المستثمرين الصغار سوء توزيع الاراضي والتحكم والاحتكار في الاراضي لبعض رجال الاعمال. النهارده الاداره التنفيذيه البلد بتشتغل منذ 5 سنوات بدون رقابه شعبيه، مفيش مجالس محليه في المحافظات. النهارده المحافظ بيروح ويجي مكانه محافظ ما لهمش علاقه خالص ولا اي معلومات ولا شفافيه عن المناطق الصناعيه، فبيصدروا قرارات طبقا ليه هو مطلوب من الموظف اللي موجود الذي لا يتغير ابدا في اي مرحله من هذه المراحل. فمحافظ بيسلم محافظ بيسلم محافظ ويبقى الوضع على ما هو عليه. معاناه في حتى في الشفافيه، اما يجي يخصص ارض المصنع يخصص ارض المصنع واحد اخذ 10,000 متر لا يفعل شيء، مجرد انه مصورها ومأجرها مخزن من 10 سنين ومن 15 سنه. طب مش لها شروط؟ مش لها شروط وبتتسحب بعد فتره معينه لو ما فيش جديه في انشاء المشروع؟ لا المفروض كده، انما في معظم المناطق لا هو مش المفروض، هو العقد او القانون مش بيقول لك لو في فتره معينه ما تمش انشاء المشروع بيتم سحبها؟ ما عليه، لا بيكون سجلها واخد العقد الازرق بتاعها، انما بياخد سنه تاجيل وسنه ثانيه تاجيل وسنه تاجيل، بيكون ما بيكفيش ان هو يخلص المصنع. ولذلك انا كنت في سنه من السنين رئيس جمعيه مستثمري المنطقه الصناعيه في الانصار الشرق، قلنا لما نيجي نخصص الارض لاي مستثمر نديها له مقابل حق انتفاع لمده سنتين، يدفع السنتين ويكون في خلال فيه ظهر جديته خلص المباني وخلص السور، ويتقدم بقى عشان التمليك يدفع الربع او الباقي على 3 سنين. ده كان السيستم اللي ماشي في الأمطرة وحقق نجاحات كتيره. انما ان انا املك الارض ولسه المستثمر ما ابتداش خطوات ان هو يخلص المشروع بتبقى صعبه جدا، وبالتالي بيبقى شغل الارض ويأجرها زي ما هو عايز وبتبقى مخازن. على ذلك 20% من المساحات الخاصه في المصانع اللي في معظم المناطق الصناعيه في المحافظات، مش المجتمعات العمرانيه الجديده، المناطق الصناعيه في المحافظات بنجدها مغلقه او مصوره وبتأجر كمخازن. روح المنطقه الصناعيه في المنيا الجديده بتجد حوالي 10 12 مصنع بتاع مكرونه، لان الارض كانت مجانيه وبلاش مصورينها فقط ومفيش اي مؤسسات ولا اي مباني منذ 8 سنين. باشمهندس يعني فؤاد الكاتب الصحفي عبد الجواد ابو كاب عايز يسال حضرتك سؤال. يعني في الحقيقة حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا اللي هو فكرة الفرق بين المستثمر الحقيقي والمستثمر اللي بيستثمر فيما تعطيه الدولة من مزايا. أنا بس عايز أسأل حضرتك لأنه القصة دي خطيرة جدا وموجودة في 6 أكتوبر وموجودة في السويس وموجودة في العين السخنة وموجودة في كل المحافظات. في الحقيقة حضرتك شايف كيف تتعامل الدولة مع هذه القصة؟ هل احنا محتاجين مراجعة لكل هذه الحالات خاصة محافظة مثلا زي البحر الأحمر وسحب الأراضي من غير الجادين، ولا ايه الخطوات اللي ممكن تاخدها الحكومة؟ الحكومة تتخذ قرار، بالحاكم العسكري المحافظ، حاكم عسكري ياخد قرار بسحب الأرض، بيديله إنذار وإنذار وإنذار ثم يسحب الأرض. لازم كده، ولازم إعادة النظر في تشكيل مجالس إدارة المناطق الصناعية اللي موجودة. المناطق الصناعية الموجودة في المحافظات لابد من إعادة النظر ووضع قواعد ثابتة
امتى يتكون مجلس الاداره، ومين اللي يمثل المستثمرين في مجلس الاداره، وليه هيئه الاستثمار تتدخل وتختار المستثمرين اللي يمثلوا مجلس الاداره جوه جمعيه المستثمرين، وليه المحافظ هو اللي يختار الجمعيه العموميه للجمعيه هي اللي تختار الممثلين الشرعيين لها في مجلس الاداره. تخيل لما تبقى منطقه صناعيه فيها اكثر من 200 مصنع والجمعيه العموميه بتاعت الجمعيه المختصه مثلا في جنوب بورسعيد، الجمعيه العموميه لجمعيه مستثمري جنوب بورسعيد 19 شخص فقط، ولكن بيمثلها ثلاثه من منطقه صناعيه واحده. ففي ناس مفسرين قرار رئيس مجلس الاداره بانشاء المناطق الصناعيه تفسير خاطئ، ولذلك فتح ملف في المناطق الصناعيه في المحافظات من اهم ما يمكن لدفع التنميه ودفع الاستثمار في المحافظات. مهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنميه الاقتصاديه، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله.